الكحك على البارد، والنهارده عاملينه كمان بميكس كده من الزبده والسمنه، وده هيخلي الكحكايه خفيفه قوي، طعمها حلو جدا. هتاكلي مش هتحسي ان انت بتاكلي كحك خالص، مفيش حموضه، بس كمان مفيش قعاد كتير للكحك، يعني هنعمل منه كميه صغيره يا دوبك على قد ايام العيد، وكده يبقى احنا تمام التمام. اما لو هنعمل كميه كبيره فهو الكحك اللي احنا عملناه في بدايه الحلقه. تعالوا بينا يلا نشوف كحك المحلات بسرعه. كيلو من الدقيق، مقدرنا هتكون كيلو من الدقيق، عندنا 300 جرام من الزبدة، 350 جرام من السمنة، والسمنة لازم تكون باردة، عندنا 3 معالق كبار من السمسم، بس هنا في الوصفة دي محمص، تمام. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة، احنا ممكن نشيل بقى الخميرة خالص، هو معلقة كبيرة بس من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، 3 معالق كبار من الحليب البودر، ومعلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ورشة ملح، وكوباية مية دافية للعجن. على فكرة المقادير هي هياها والدنيا هي هياها، هنا بس التكنيك اللي مختلف. تعالوا بينا يلا على طول هبتدي احط ايه، تعالوا بينا نحط الزبدة، تمام. محتاجين حاجاتنا تكون باردة. ليه باردة بقى؟ عشان تعمل معانا فوم وتعلى كده وتدخل لي هواء جوه الكحكاية، وبالتالي الكحكاية تبقى أخف وهشة أكتر، وطبعا الزبدة والسمنة اللي مش مقدوحة هي فعلا أخف أكتر من المقدوحة، تمام. تعالوا نحط السمنة كمان، يلا بينا على طول أهو هنحط السمنة مع الزبدة، وحط كمان معلقة السكر، يبقى زي ما اتفقنا 300 جرام زبدة، 350 جرام من السمنة، والاتنين يكونوا باردين، تمام. احط كده، وتعالوا بينا يلا نشغل العجان بالمضرب اللي هو السلك ده، او بمضرب الكهرباء اللي مضرب البيض. بسم الله، وعلى ما الزبده والسمنه يتضربوا كويس قوي مع بعض، تعالوا بينا نخلط المواد الجافه. طب صوت هيبان لو اتكلمت. يلا بينا بقى نحط بقى المواد الجافة على بعضها على ما الزبدة والسمنة يتضربوا كويس ويعملوا خليط فومي وكريمي لونه فاتح. عندنا ايه؟ ادي الحليب البودر، دول 3 معالق، معلقة كبيرة من البيكنج بودر، وعندي كمان السمسم، وقلنا السمسم في الوصفة دي سمسم محمص لان ما عندناش سمنه مقدوحه هتحمصه، تمام. الكحك اللي فات كان السمسم ني، والسمنه لما نزلت سخنه قوي حمصته، المره دي هنحطه محمص بالشكل ده، طبعا متنقي كويس قوي، ما ننساش ذره من الملح. وهنحط كمان ايه، ريحه الكحك، وهاخد من اللي انا عاملاها، تمام، اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي، معلقه صغيره برضو، بسم الله الرحمن الرحيم، على كيلو الدقيق زي الفل. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، وما ننساش ان احنا برضو في الوصفة معانا كوباية من المية الدافية، تمام. كوباية على كيلو الدقيق، ما تزوديش عنها باي حال من الاحوال. لو لقيتي برضو العجينة ناشفة معاكي زوديها 50 جرام من السمنة، اوعي تزودي مية عشان تلمي بيها العجينة تقول العجينة مفرولة ومش عارفة اشتغل بيها، هحط لها شوية مية. هتحط شوية مية، هتطري العجينة وتخليها سلسة معاكي، بس هتنشف الكحك بعد التسوية، تمام. تمام جدا، احنا هنطلع فاصل دلوقتي وترجعوا لي، هكون الزبده والسمنه عملوا فوم خلاص، هبدا ان انا احط لهم الدقيق والمهم كلهم مع بعض. وزي ما قلنا في لما نحط الدقيق على السمنه لازم نبس كويس قوي ونخلط كويس قوي، ولما احط الميه يا دوبك الم بس المكونات مع بعض، تمام. بعد ما الزبده والسمنه اتضربوا كويس قوي قوي مع بعض، تعالوا شوفوا شكلهم عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اخدنا قوام فومي
كريمي، شايفين مختلف تماما خالص عن اللي احنا كنا حاطينه، باين معانا زي الفل كده. حلو قوي كده. هنعمل ايه؟ كده هنضيف الدقيق اللي عليه كل المكونات الجافه ونقلب كله مع بعضه كويس قوي، يا بايدينا نبس بايدينا يا اما برده زي ما احنا شغالين في العجان. تمام. محتاجه ان هو يتبس برده مع بعض شويه على البال ما يتقلب كده. تعالوا نحط السكر البودر على الكحك اللي احنا عاملينه. طبعا الكحك ما ينفعش يطلع من الفرن يتحط عليه سكر بودر، الكحك يطلع من الفرن يتساب يبرد كده في مكان ما يكونش فيه لا تيارات هوائيه ولا تكييف ولا الكلام ده كله. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نرصه في علب، يفضل تكون معدن. طب ما عنديش معدن، مفيش مشكله خالص، هفرش العلب بتاعتي بلاستيك بالشكل ده اللي هي كيس الثلاجه المفتوحه، هفردها وابتدي ارص عليها الكحك واغطيها بغطاء محكم علشان نقول ايه، ما يخش لهاش هواء فترطب مننا وما يبقاش زي ما احنا عاملينه ويفضل معانا فتره ممكنه لاطول فتره ممكنه كويس. تمام. لما تيجي بقى تقدمي الكحكه تبتدي تحطي عليه السكر بودر، حاولي تحطي على كيس ثلاجه برده مفتوح بالشكل ده وهقول لك ليه. تمام. تعالوا نحط السكر. تمام بالشكل ده ونرص زي الفل. حلو جدا. خلصنا خلاص، عشان كده هيبقى سهل معاكي تاخدي الكيس بعد ما تخلصي انك انت تحطي على الكحك السكر بودر وتفضي الكيس. تمام. في العلبه تاني بتاعته، ويبقى كده ما بهدلناش الدنيا وما هدرناش في السكر بودر خالص. تمام. هايل. خلاص الكحك بدا اهو. قالوا بينا بقى خلاص، انا هكفي على كده علشان وقتنا كمان. دي العجينه الكحك الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هزود بس الميه عشان ما تبقاش سخنه قوي. احنا كده بنعمل الكحك اللي على البارد بعد ما ضربنا الزبده والسمنه كويس قوي قوي، وبقوا عاملين فوم وكريمي عاليين خالص كده. حطينا لهم الدقيق اللي احنا خلطين عليه كل المكونات الجافه. تعالوا بينا ننزلهم عشان اوريكم بس الدنيا شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل احنا جاهزين، بس المعلومه توضح وخلاص. تمام. بصوا القوام برضو اهم حاجه، ان احنا نبس الدقيق برضو مع الزبده والسمنه كويس قوي. فعلا الكحكايه دي خفيفه جدا جدا، ما بتعملش حموضه وما بتعملش اي حاجه. برضو شايفين نعوميتها عامله ازاي، كحكايه ناعمه وجميله جدا جدا. تعالوا بينا نحط بقى الميه الدافيه، وزي ما قلنا كوبايه ميه دافيه على كيلو الدقيق. تمام. بصوا بقى العجينه هايله جدا جدا وناعمه ازاي، تحفه. طيب برضو افرض حد الدقيق بتاعه بيتشرب المادة الدهنية وما بتبانش فيه كده، وتلاقي العجينة مفرولة ومش حلوة، هنتصرف فيه ازاي؟ هنزود معلقتين كبار من السمنة، هنسيحهم كده ونبتدي نحطهم علشان ناخد عجينة نعرف نشكلها. اوعي تضيفي مية عشان تلمي بيها العجينة، هي كوباية ما تزوديش عنها بأي حال من الأحوال. ما نعجنش كتير علشان ما نعملش عرق للكحك. تمام. هو اتلم معانا وبقى زي الفل. بصوا معايا كده كل ده اتعجن معانا على الهوا النهارده. بصوا الكحكايه سهل جدا انك انت تشكليها ملسه حلوه جدا، وفي ايديك انت حاسه بنعوميتها والدنيا تمام التمام. دي كانت حلقتنا النهارده. هنعمل برده، هنتعامل معاه زي الكحك التاني، هنحشي وهندخل فرن على طول. ده ما فيهوش خميره فمش هنحتاج ان احنا نستنى لما يخمر، هندخل فرن على طول وبعدين هنسيبه، هنحطه على درجة حرارة 170 أو 180 على حسب الفرن بتاعك لغاية ما ياخد لون ذهبي فوق وتحت، وهيطلع هتسيبيه يهدى خالص. وبعدين تبتدي تحطيه بعد ما يبرد تماما تحفظيه في علب، ما تحطيش السكر بودر غير ساعة التقديم.